هتبطل وحط تحتيها مليون خط. خط. ماشي. تمام؟ ماشي. لعيبة هتبطل، اه. واللعيبة اللي هتبطل دي مش عشان مجدي ولا عشان حسام ولا عشان المستشار ولا لا. طب تديني كام خط تحت اللعيبه اللي بطل؟ مليون خط. يعني هم كام واحد هجرب بطل؟ هم خمسة. اسامي مين؟ اسامي. هشام السبكي. تمام. تمام؟ وهشام السبكي كلمت نور في نادي الجزيرة، قلت له خده سنة. كويس؟ لأن أنت ما أنت جايب جونين. مش أنت جايب جونين. كويس؟ خده سنة على سنة، سنة إعارة. يعلى. ما ينفعش يا كابتن إبراهيم لعيب حارس مرمى يقعد 3 4 5 سنين وبيلعب، يعني بيلعب ماتشات بس، ماتشات مش كتير، مش كتير، بديل كتير. مش اللي هي المهمة. تمام. اللي كان بيشيلك مين؟ كريم وفلفل. يعني فلفل عمل ماتش بطولة أفريقيا في النيجر، هو من أسباب المكسب. تمام. لكن أنت بتحط سيستم لخمس ست سنين. ماشي. صح يبقى ولا كده لا؟ السبكي. سبكي. علي هشام عشان علي كان هشام نصر. مصاب. احمد محمد رمضان. هتلر. هتلر. بشير. فكر معايا كده. معاك اهو. على ما اظن بشير. اه. على ما اظن بشير، لان احنا كنا هنجيب الولاد الصغيرين اللي هم ب 2000 اللي هو عبد الله. اه. والخامس لوكا. محمد علاء. محمد علاء. طب هتلر اعلن اعتزاله. لا ده بص، وبعدين ده بص مجدي قال ايه بقى. طب بس اسمعني. اه يعني هتلر قال انا خلاص. كويس. طلع الولد الجميل كده محمد طارق صح؟ لو انا تمام. وبعدين هتلر رجع عن الاعتزال. اختفى محمد طارق وده عمل ماتش، انا فاكر الماتش ده انا علقت عليه، انا مش فاكر كان بيلعب مع مين، ولكن الولد لفت نظري جدا لدرجه ان والده بعت لي رساله قال لي شكرا على الكلام الجميل، قلت له لا حقه انا بقول اللي قدامي. اختفى الولد ده فين يا كابتن؟ طيب ليه؟ انت بتحرق كل حاجه كده؟ لا والله العظيم ابدا، انا بس انا معاك في الكلام ده يعني بسترسل معاك. لا اه اتفضل. ما هي دي المشكله. اه 2002 نادي الزمالك يا كابتن كانت من احسن الفرق في مصر، تمام. فيها 7 لعيبه في منتخب مصر 2002. اتفقنا؟ مظبوط. لوجيك لما يبقى عندك لعيب في 2002 قارن بيه، قارن بقى كده بالنادي الاهلي. بالنادي الاهلي مهاب، ما هو بيلعب في النادي الاهلي صح؟ مظبوط. بيلعب درجه اولى. اه. وصل منتخب مصر عن طريق ايه؟ عن طريق النادي. تمام؟ مظبوط. الخمسه دولت مش متواجدين بقالهم سنتين، دي تاني سنه. دي مدرب. لما مجد ابو المجد خد القرار، ما خدوش القرار كده كده، لا، واخد القرار ان هو جايب اعمار صغيره مع 2002 مع 4 لعيبه 5 لعيبه موجودين بالفعل في نادي الزمالك، يبقى في استمراريه لنادي الزمالك 6 7 سنين. حلوة. لما يشرح لك هو عمل كده ليه، سقف له خلاص. ريم الرياضه الصحوبيه مش موجوده في الرياضه، في الاحترافيه الرياضيه احترافية. عامه. مظبوط. النهارده الجمهور، الجمهور اهو شمعتك ايه؟ قعدت تقول الاداره واحمد مرتضى وحسام غريب ومشينا المدرب. مش احنا مشينا المدرب نيمة 4 5 ايام؟ جيرالدا. جيرالدا. اه. طب انت كل ده ليه؟ ما هو عشان ما تسمعش الكلام في البدايه. تمام. لو كانت سمع الكلام في البدايه، لان مش كل واحد مدرب يا ابراهيم. تمام. تمام. كل واحد عامل فيه ان هو مدرب. احنا طبعا اتكلمنا عن حضرتك قلت طبعا صاحب القرار التعاقد مع جيرالدا صح؟ تمام. قلناها. حلو. فمجدي لما رفض، مجدي رفض خلاص بقى. سوري، مجدي خلاص قلنا اوكي، دخلت النادي تمام. مجدي ابو المجد جاي بالشروط 1 2 3. مجدي لما بيقول الشروط بيقولها لمين؟ بيقولها لمين؟ لعضو مجلس اداره والرئيس الجهاز. تمام. صح؟ تمام. انا ببلغ اللعيبه. كويس. بعديها بيوم، مفيش بعديها بيوم، بيومين، مفيش، ما كملتش يوم. مجد ابو المجد جاي يبطل اللعيبه، مجد ابو المجد جاي ما اعرفش ايه، مجد ابو المجد من جوه الجهاز عندي. من جوه الجهاز. دي بدايتي ان انا اخد خطوه لورا. ذات المستشار حي يرزق، اساله. قلت له انا بره.
لو انت عايزني في اي حاجه انا تحت امرك في اي حاجه. كلمت معاه شخصيا، لان انا اللي جابني نادي الزمالك مرتضى منصور مش حد تاني. وهو عارفني انا واحد زائد واحد يساوي اتنين. تمام. سحبت نفسي يا ابراهيم، خدت خطوه لورا. احمد مرتضى كلمني، طب شوف لي عشان خاطري جيرالدا، ولو سمحت ما تمشيش وشوف المدرب ده. قلت له حاضر. بقيت تساعد وانت في البر، وانا بره يا ابراهيم، وانت بره، وانا بره. عايز اوضح دي اكتر علشان وانا بره جمهور كلمني احمد مرتضى قال لي جيرالدا اهو، سالنا عليه، شيل. انا لعبت قدامه تمام في اسبانيا، لعيب باك رايت، لا بس كان لعيب ستار طبعا. مش بس انا ما اعرفش ان هو مدرب سي في بتاعه ايه، هو لعب في ماسك شيلي، الكلام ده كله لازم ارجع لمين؟ لحد في الاتحاد، ناس تقول لي صح ولا لا، ده انا اتعاقد معاه مظبوط. طب هو وفي مدرب تاني جابهولي من كرواتيا. المهم قلت للناس بتوع الاتحاد اختاروا لي، قالوا لي جيرالدا يشتغل. والروبي موجود. تمام. يا روبي ايه الاخبار؟ تمام، يلا روبي انت والراجل سوقه. وانا طلعت بره المشهد خالص. ليه؟ ما هو التعاقدات مش بتاعتك. تمام. المدرب مش بتاعك. تمام. طب انت هتقعد تعمل ايه؟ هتقعد تعمل ايه؟ عندي سؤال. اتفضل. انا ساعات باخد اللي بين السطور كده، معلش. براحتك. احب اللي بين السطور. انت قلت لي ان الناس قالوا ان مجد ابو المجد جاي يبطل لعيبه، مجد ابو المجد جاي يعمل جاي. هل في ناس جوه الجهاز او جوه قائمه اللعيبه ليهم كلمه عليا على رئيس الجهاز يا كابتن؟ لا مش رئيس الجهاز. مش رئيس الجهاز. مش عايزين تغيير مثلا؟ لا انت النهارده لما انا ليا صلاحيات. تمام. وليا سقف. تمام. وده اللي انا خدته على احمد مرتضى. طول لما يجي لك لعيب ولا يجي لك حد ساحب لعيب وجاي لك. أيوة. عشان تمضيه لازم التليفون. تمام. انا بقول لك اول مره اقعد القعده دي انت بص فاتح قلبك على الاخر بتكلم. لا اتفضل اتفضل.